لا لا تنضير كي قيطلعوا المتابعين ديك الساعة. إذا متابعينا الأعزاء متتبعي قناة الشعب قناة شوف تيفي، كنتواجدوا معكم مباشرة من مدينة تطوان وبالضبط خارج وزارة التربية والتعليم، نيابة وزارة التربية والتعليم بمدينة تطوان. في هذه الأثناء كاين احتجاج داخل الوزارة، الأمهات التلاميذ ديال القسم الرابع المستوى الرابع ابتدائي اللي هذه 4 شهور هما كيعانيوا من غياب أستاذ اللغة العربية، من بعد احتجاج ومظاهرات قاموا بها أمهات وآباء التلاميذ في أبواب المؤسسة، كان هناك تدخل وتم إرسال يعني واحد الأستاذة اللي شغلت لمدة أسبوع ما كاملش، وجاها إذن النيابة العامة بالتوقف عن الاشتغال. والسبب هو ان الاستعمال الجمال الجديد اللي حددته هاد الاستاذه ما مشاش مع الطموحات ديال التلميذ ديال احدى الامهات اللي نشدت بسبب ديال المعارف ديالها، نشدت الناس في النيابه اللي قاموا بتوقيف هاد الاستاذه كذلك، وهاد الشباب والتلاميذ من بعد 4 شهور ديال غياب الاستاذ الاول رجعوا عاود نفس المعاناه اللي كانوا كيعانيوا منها. وحنا كنعرفوا بان هاد الفتره هي فتره الامتحانات، فالاطفال كيعانيو وبقاو بلا استاذ دابا. فمعنا هذه الام ديال احدى الاطفال عاد تحدث معكم عن الوضع كامل منذ البدايه، بدايه هذه الاحتجاجات ديالهم وبدايه غياب الاستاذ الى اخر يوم اللي هو هذا، يعني الى حتى هذه الوقفه اللي كيقوموا بها من خارج المبنى وزاره التربيه والتعليم بمدينه تطوان. تفضل معنا عرفنا براسك. السلام عليكم، انا الام د واحد التلميذه في مدرسه سامي الوزاني. المشكل اللي كاين بان حنايا 14 ملي دخلنا المدرسه دخلنا كان الاستاذ، من بعد ديك الاستاذ عمل مالادي لان مش عمل عمليه جراحيه على القلب، ومن بعد 14 حنا بلا استاذات العربيه، يعني غير الاستاذات الفرنسيه، والمدير قسم التلاميذ على الاقسام. بقينا 4 شهور حنا بلا استاذه باقي ليومنا هذا. هاد الايام تاع السيمانه اللي جازت جاب المدير عيط جابوا له الاستاذه، قرات يومين في المدرسه، يومين قرات يومين، نهار الثالث وقفت، قال لك الوزاره الداخليه النيد الاقليمي تطوان وقفاتها. شنو هو السبب؟ دخلنا عند المدير الاداره، الاستاذ شنو السبب؟ قال لك السبب شي ام في المدرسه عندها ابنها كيقرا في فوج اخر ما ناسبتهاش يساعد ابنها مع الاستاذه هذه الجديده اللي جاتها. وناضت الشوشره في الاداره وروينا، والام صخفات والبولانسيا وروينا روينا روينا. دابا هاد الام هذه اللي هي عندها ابنها واحد وعاد وقف 32 تلميذ، شكون كنتي نسينا؟ هاد الام هذه شكون كانت؟ واش مرض الوزير؟ واش المرض من؟ اللي نسينا عاد وقفت 32 تلميذ على ابنك؟ وهي مع هذا ساكنه حدا المدرسه محمد السادس. اختي من هذا المنبر شفتي في كنقول لك هز ابنك من المدرسه وديه حدا باب الدار ديالك قريه، لان ما يمكنش نسينا واحد ابنك ما ضيع 32 تلميذ على ابنك. ما كنتيش نسينا بنت الوزير، راه ولد الوزير وكيقرا مع الشعب، فهمتي؟ دابا انا كنطلب من المسؤولين، راه المدير خرجت المسؤوليه من يده، لان المدير ما عنده معمل الصراحه سيدي ربي، مدير طيب والاساتذه عندنا في المدرسه طيبين زعما المدرسه في المستوى. مشكل هاد المراه هادي خصنا نعرفوا، هاد المراه هادي اللي عملت هاد الشوشره في المدرسه والعيال ما قراوش من نهار الخميس وحنا عاملين الاضراب، واليوم صبحت الاستاذه الفرنسيه عامله مالادي ما جاتش، عامله مالادي والعيال امتحانات وحنا كنحملوا لكم المسؤوليه.
من الوزاره الاقليم تطوان التعليم كنحملوا له المسؤوليه ديال هاد التلاميذ هادو. هذا المنكر، اللهم هذا منكر. دابا من نهار الخميس ما قراو، من الخميس عملنا اضراب، قلنا اما تجيبوا لنا الاستاذه اما ما ندخلوا شي ولادنا يقراو. صافي جمعوا الامهات دخلوا السد العواول قراو، تسابقي كل شيء في باب الزنقه. يعني من الخميس والجمعه والسبت، واليوم صفحه الاستاذه الفرنسيه عامله مالادي. هذا 4 شهور يعني اللي كان غايب، كيفاش كانوا كيتعاملوا معاك وشكون كيتعامل معاك؟ التلامذ الدراسه ديالهم ناقصه زيرو. جوج ثلاثة أربعة راه تفاطر د التلامذ مساكن كانوا كيقراو في مستوى طلعوا مستوى هاودو العواول. العيال القسم كامل تا معدل، ما كاينش المعدل، تا امتحانات الاولين اللي جازو ما كاينش المعدلات. العيال طاحوا في المستوى ديالهم. دابا حنا هادشي هذا عينا ساكتين، رحنا 4 شهور حنا ساكتين، والمدير كيقولنا اليوم يجي الأستاذة، غدا تجي الأستاذة، بعد تجي الأستاذة، حتى جازت 4 شهور من الدخول المدرسي دابا. ضاعوا التلامذ ضايعين. حنا المدير حين وقع الحادث شنو وقع؟ المدير ما بيدوش، المدير ما فيدو حتى شحال، ما كيجي القرار من النيابه، ما كتبقى المدير عنده حتى شي دخله. يعني حنا كنتحملوا المسؤوليه هاد الناس، هادو الناس اللي في هاد المندوبيه هما اللي يتحملوا المسؤوليه. دابا فتره امتحانات كيفاش قاعدين معاهم؟ كيفاش عايدوهم؟ ما كايناش الاستاذه، فين هي الاستاذه العوا باش يجوزوا امتحانات؟ لا استاذه العربيه دابا لا استاذه الفرنسيه، استاذه الفرنسيه عملت مالادي اليوم صبحت مريطه ما جاش. يلا شني غايقراو هاد العواول امتحانات؟ تضيعوا هاد العواول ها؟ وكيف كتحسب بنك حسب واحد اخر. بالنسبه لباقي الامهات شنو كيقولوا عليهم؟ نفس الكلام ديالي، نفس الكلام ديالي، يعني الامهات ما بغاوش الامهات يهضروا كاملين، لان عندهم الرجال ديالهم عندهم مسؤوليه ديالهم، ما يقدروش زعما يكشفوا على وجوه شوف تي في وداك الشيء، فهمتي؟ حنا على ولادنا نمشيو معاهم نغطسوا في البحر. بالنسبه لهاد الواقعه اللي وقعت انا كنت السيدة دخل شي واحد في المخزن، شي واحد بوليسي، شي بوليسي دخل لهنايا في هذا الاقليم، هذا المندوبية. باقي كيقرا، حنا قلنا للاستاذ عطي له الانتقال ديالو، قلنا لا من المديرة لا هاك الانتقال دبنك ومشي ديه لمدرسة محمد السادس، هي ساكنة حدا مدرسة محمد السادس. ما هدرناش حنا مع يماه، ما شفنا يماه ما هدرنا، هي كتدخلنا الإدارة كتهضر مع المدير. هي جات احتجت معاكم في الاول؟ لا ما احتجت ما والو، هي بنا كيقرا عنده الاساسي، هي بنا كيقرا فهمتي؟ حنا اللي ولادنا بقاو ضايعين. كانوا جا النداء من النيابه اقليم مندوبيه اقليم بسيطوان، من الرئيس ديال المصلحه اللي مكلف على هذا الشيء، هذا يعمل لنا الحل في اسرع وقت ممكن. راه ولادنا كيضيعوا، راه العيال كيضيعوا، راه جميع الامهات راهما فينهم التلامذ ديالنا بكل شيء. في وسط النيابه راه طلعنا وليداتنا وطلعنا الامهات كاملين، راه ولادنا كيضيعوا، انا كنوب على الامهات كاملين، راه ولادنا كيضيعوا. كنطلب من المسؤول يشوفنا الحل في اسرع وقت، هادشي اللي كنطلبوا منكم. حنا كنطلبوا بالاستاذه، حنا ما كنقولوا لكم جيبوا لنا فلوس عطيونا، ما كنقولوا لكم عاونونا، ما كنطلبوا، جيبوا لنا الاستاذه من المدرسه تقري. صافي هادشي اللي كاين. شكرا. إذن متابعينا الأعزاء متتبعي قناة الشعب قناة شوف تيفي، كما سمعتوا على لسان هذه الأم بحرقة كتحدث على الأحداث اللي وقعت بهذه المؤسسة وغياب أستاذة ديال تعليم اللغة العربية. فالأطفال حاليا كيعانيوا أكثر من أسبوع بعد ما تم التوسيع ديالهم على باقي الأساتذة، أكثر من أسبوع هما كيعانيوا غياب الأساتذة والأستاذة. فكنطلبوا يعني من المندوبيه الاقليميه لوزاره التربيه الوطنيه والتعليم ان تدخل في قريب العاجل لجلد حل الاساتذه وتعطيهم استاذ اللي يشوف ينصف هاد الاطفال هذوما، اطفال المستوى الرابع. فكنتمنوا منكم تدخل عاجل. متابعينا الكرام كنشكركم على المتابعه ديالكم، دمتم في رعايه الله، نتلاقاو في مباشر جديد ان شاء الله.